اهلا بنات، صباح لاباس عليكم؟ مزيانين، نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. عارفه راسي كبرت عليكم بزاف، ولكن كان عندنا واحد الحزن عائلي. عقلت الفيديو اللي كنت قلت لكم عافاكم دعيت لي مع واحد السيد عزيز عليا بزاف من العائله، كان مريض وللاسف الشديد مات دابا هذه 10 ايام. هذاك الشيء غبرت عليكم، بغيتكم كاملين ان شاء الله كاملين تدعوا لي معاه بالرحمه والمغفره ان شاء الله يا ربي. بغيتكم لكم منطق كاملين، اللي شاف هذا الفيديو يكتب لي واحد الدعاء ليه، واللي اللي مبغاش يكتبه يقولوا غير في خاطره ان شاء الله. الله يرحمه ويوسع عليه ويتبعنا عليه ان شاء الله مسلمين ان شاء الله يا ربي. ولا هذا هو اللي كان الخبر اللي كان خلاني انا نغبر عليكم هذه المده. المهم دابا شي قولي جوج سيمانات ولا ما غبرت عليكم. فوالا قلنا ليها هذا هو، هي سنة الحياة. الحمد لله على كل حال، الله يرحمه ويغفر ليه ان شاء الله يا ربي. وكما قلت لكم عافاكم دعوا لي معاه، حتى ما كتبتوهاش غيقولوها في خاطركم. بغيت كمية كبيرة نتاع الدعوات نتاع الرحمة توصل له ان شاء الله يا ربي، والله يصبرنا ويصبر احبابه ويصبر اي واحد توفى شي واحد. الله يصبركم، هذا ما نقول، الله يصبركم ان شاء الله. ماشي ساهل، واخا كيكونوا الاحباب كيكونوا بعاد، ولكن ملي كتسمعي داك الخبر كيجيك بحال الصاعقه، كيجيك داكشي ما كتقدريش تصوريها، وهكا كتكوني بعيده على داك الشخص ولا شي حاجه، ولكن ملي كيوصلك الخبر ديالو كتجيك قاصحه بزاف. والله مي بون، الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله يا ربي. غنرجعوا للفيديوهات ديالنا ان شاء الله، ان شاء الله نبقى لي ولا نمشي للمغرب. كنت صراحه دايره بزاف تاع البروغرام، داكشي كيقول لك ما تمشي غير فين مشاك الله سبحانه وتعالى. كنت باغي نشارك معكم بزاف الحاجات، مي معليش ماشي مشكل، نشارك حوايج كثيرين اخرين ان شاء الله. هذا الفيديو اللي غنصور لكم هذا النهار التقديه اللي كنت غندي معايا المغرب، ولدي محي حبه الحلوه. قلت لك شنو ماما شنو، انا مشكلتي ذوقتهم من الحلوه بغاو دابا ياكلوها بزاف. قلت لكم هذا الفيديو اللي غنشارك معكم دابا صورته في قبل هذا الحدث، صورته في السبت وهذا الحدث كان وقع في الاثنين. و فوالا غنبارطاجيه معكم، ان شاء الله تكون عوده ميمونه ميسره ان شاء الله يا ربي. ملي محيح يلا نتلاقى معكم في التالي نوريكم شي مشتريات. صباح الخير، واخيرا كتب لاختكم تخرج. ما تعرفوا لبست واحد السروال كنت كنمشي كنخدم به، ملي كنت داك لقيتها خدامه تعرفوا كان يجيني مزمزير، تعرفوا دابا ملي لبسته راني خايفه يمشي يطيح لي ويحشمني، ثم ما نحس براسي طيح. نوريكم تعرفوا كان يجي شوفوا شي بان هنا ولا عقلت عليه هذا القهوي هذا، عرفوا دروك كي فيبري اختي. الحمد لله على نعمة الضعف. درت له بحال هكا حشيتو شويه هنايا حيت راه كولاج، تعرفوا كي داير. شوفوا وي بزاف اللي قالوا لي حيت راه كنعرفيتي ميرسي بوكو في لي كومونتير تاع الفيديو اللي فايت، عجبني الحال يا اختي. بقيت نقول ناري درت شي حاجه، المهم صراحه هاد اليوم التالي ما بقيتش كنقص بزاف كيف من الاول، مي الحمد لله بان الفرق. ما تعرفوا هاد السروال تعرفوا كي كان يجيني كان يجي لاصق مزير، مي دابا فضفاضه اختي. المهم غنمشيو نخرجوا، اول حاجه غنمشي هي ليدل، غنمشي نكمل داكشي اللي خاصني التقضيه، داكشي تاع المغرب اللي بغيت ندير المغرب، اون بليس نديو دوك لي سالاد اللي كنديو دائما معنا في الطريق للمغرب، حيت مين كتوصل داك البيريود صراحه مين كنمشيو ندور عليهم ما كنلقاهمش. غنمشيو فؤاد غادي يخرج اللوطو. سي بو كملت شي يلاه واحسن بس انا مقطع هذيك. ها هو فؤاد حنا ضربين الكحل مع الكحل. شوف الكحل لا بس الحمد لله الحمد لله. أشوفه شوف صراحه والله لا تنقى تنقى ولا ماشي تنقى، والله لا تنقى. واش غادي يبان في الكاميرا؟ سي سي راه باين، انا كنت خايفه كنت نقول غادي غير يبدي نشوف شويه ما غاديش يبان، مي فريمون شوفوا كي هذه البلاصه واش هكا كانت، باقي شويه هنايا نعاودوا لو دوزيام كوش وي غير في البلايص اللي بقاو مثلا هذا البلاص ما حيت راه يبان عاد منفخ هنايا، فهمتوا هنا كثرت له بزاف البرودوي اللي هي تعاود كثرت بزاف، باقي هذاك المخسوي نشوف باش نشوف واش تنقى ولا لا. من نتوما ما راهش يبان لكم في الكاميرا راه يبان عاد موسخ، يعني عاد حيت كاين البلاصه من الديا بلاصه دايره مازال ما نشوفش نيشان، مي صراحه اون فغي تنقى بزاف على اللي كان.
وصافي حاولت نجمع الكوزينه نخلي الكوزينه نقيه عاد نخرج ما نخليش الروينه ايوا صافي. يلا زيدوا معانا ندي الصاك بعدا كاين واحد الصاك هنا نمشي نشري قوقاو باقي القوقاو حنا نقولوا قوقاو ماشي كاوكاو قوقاو كي نقولوا حنا قوقاو قوقاو ماشي كاوكاو يلا نمشي نشري القوقاو اللي بقى لنا المهم حنا نتوما غتشوفوا ونشوفوا داكشي اللي خاصني لي لا سالاد الماكله ديالي المايس ناخذ مايس المهم هانتوما معايا اللي خديتها نصورها لكم دوك شي واحد كيهضر بزاف كنقولوا كاوكاو بلا قوقاو ايوا وليد لا اختي بلاش مطقطق نيني 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 يا مامتي راه معمر ديال بصح داروا لها تيلا ما قالت لي طونكي هذوك البلايص عامرين تما كلشي الناس كتهز الصوالح باسكو تسافر ايتو خصنا نشريو من دروك باش هكا تهناو شوفوا هاد ليدل نتاع فوفيغ ديما كيكون معمر شوفوا هاد لي كاكاوات هذا هو كندي شوفوا 74 سنتيم فرانشمون زوين بزاف كاين هذا غريي وهذا غريي صالي كندي هاد انايا صراحه زوين كيعجبهم كاين الكبير وكاين الصغير هذا كبير هذا صغير فيه 200 غرام يمكن على ما اظن دوشما فودر دي بنان ايوا صافي ما خرجنا حتى خرجنا ربي غفرنا الذنوب مع البز المهم نوريكم هذوك ولا حتى للدار حتى للدار خصنا دابا خصنا نمشيو ما عرفتش نفوتو نحطو فرماج ولا با وي سا سو بيجي يلا حتى للدار ونوريكم ونعاودو نخرجو سي باسكو مع الحمان ما غاديش يصبر لا فريمون البز كيهبلو والله العظيم جو انا بغيت هادي انا بغيت الشوكولا بغيت لي بونبون بغيت سو بغيت سو ناري مي بون صافا هادو هما لي سالاد اللي قلت لكم اللي كناخذو كل عام كناخذو هاد لي سالاد شحال خديت منهم خديت شي 8 يمكن المهم هادو نتا هادو اللي كيكونوا بالبطاطا عقلت هادو كيكونوا زوينين هما وهادو كاتالان كاين حتى كاتالان كتكون بنينه هادي شويه مكسيكان شويه مي ما كاينش هذوك الاخرين ما كاينش كاين بخات غير مكسيكان حتى واحد ما كيحملها ستوجو يوسف هذاك لي زاريكو زاريكو روج هذا هو الخبز اللي خديته واعر البنات هذا زوين بزاف 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 البنات تاع الريجيم خطير يلا نجمعوا مع فؤاد هادشي ونعاود نتلاقى معكم في الدار نوريكم شنو خدينا كامل ايوا صافي يا البنات دابا اللي دخلنا غنوريكم شنو خدينا بون اول حاجه خديت لهم هاد السريال على حسب الطريق ان شاء الله اليوم كيعجبو سريال خدينا لهم الكلاص خديت هاد الكاطو هاد لاماركي زوينه صراحه نحلهم معكم نشوفو دايرين لاماركي زوينه هاد سان ميشيل كتكون بنينه صراحه لي زونفون قريت ما فيهاش لا جيلاتين لا والو خدي فيها 12 ودايره المهم بثلاثه خديناهم ب 7 اورو
6,98€ كانوا دايرين فيهم بروموسيون تشري زوج وحده غراتوي. فهاد خدا سيريال اللي كيعجبو. فيا ليلي فيا. خدينا لهم البنان لا كريم لي صوص طوماط خديت بزاف منهم. خديت هاد لي سالاد اللي قلت لكم هادو زوينين صراحه للطريق كينفعوا حيت الماكله ما كتوصلش ولا تقدري ما تلقايش الماكله فين تاكلي ولا شي حاجه. المهم الواحد كيدي الحطيات سيترون. خديت لي كاكاوات جبت لي كاكاوات هذا قوقاو ويلي زو اتونسيون اتونسيون. خديت المايس خديت جوج تاع مايس جوج تاع تاع شامبينيون شنو خدا دانون. اتونسيون اوكي لي بات خديت جوج تاع لي بات هادو زوينين هاد لي بات صافي. كسميتو سيري ها سي طماط طماط نو سي اوبرجين سي اوبرجين برافو سي ولد نجال سي اوباتي اوبرجين اوبرجين تري بيان ولد نجال شال دنجال ديشال برافو دنجال. كاين هاد الخبزه باغيطا نوض عاود حتى كنجمعوا الروينه عاود كنرجعوا نديروا الروينه لراسنا. اتونسيون لي زعافاكم هل هذا ياك شنو خدينا هنا. المهم هنايا خديت الرايه شهيتها فتنا عند المارشي لقيتو كيبلع غنصايبها دابا نطيب الغدا نكمل لكم هنا هنا لي سالاد. المهم خديت منهم بزاف خديت شي 8 كروفيت نديرو في الثلاجه لي بات هادو هما كيعجبوني صوص طوماط اللي قلت لكم خديت منها بزاف. المهم راه كلشي مرول فوماج غابي هذا نتاع ديك اللي كيعجبني لايان اون توش با اون توش با اون توش با لايان اون توش با حبيبه. صوص طوماط دينا با باتروي و مونجي با باتروي اوكي علي بابا يديك لكم كلشي فؤاد روح جلس لهم كرسي باش ياكلوا باتروي سا سي بون كليتو ديجا صايبه. نو 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 تا مونجي بوكو دو سكر نو 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 تو مونجي بوكو دو سكر بنتي. فرماج سي تروي سي اوبرجين لي كاكاوات. خديت هاد الوازيس على حساب الطريق خديت هاد الوازيس على حساب الطريق كندير فيهم بروموسيون لو دوزيام موان 40% جو بونس. بيت صافي هنايا لي بات قالتشين وتفاح ولا سلطة توما فود فوالا هذا ما خدينا. يو صافي البنات هنا درت لهم لي بات سلطة فخيت ودرت شويه داك الرايه ميم. المهم جينا هنا نشوف دابا كمشى جيت لاشي ام جيت نشوف شنو دايرين في لي سول نتاعهم موسى صان سي لا دايرين شي حاجه يلا بقاو معايا عطو تعال لو ما صراتوش ثاني. اذا كانت شي حاجه انا غنصور لكم. المهم خرجنا دابا هذه الخمسه د العشيه نمشي ديريكت اشي ام نمشي نشوف لي بروموسيون من بعد نمشي كيابي المهم نشوف واش دار شي حاجه موسى صان ديس. يلا زيدوا معايا بغا تفرجوا الفيديو كامل تنساوش من اللايك ديالكم التشجيع ديالكم. نشارك معكم شي مشتريات اللي خدتهم من في هذا الفلوغ اللي شفتو دابا اللي كنت صورتو دابا. هادي راه لي سولد كملو صورتو دابا هادي شي 10 ايام ولا شي حاجه كنت مشيت لاشي ام غنوريكم شنو خديت ما خديتش شي حاجه بزاف من اشي ام. غدا ان شاء الله نوريكم عاد مشتريات من السي ا كنت خديت لهم صراحه بزاف الحاجات. خديت ليام هذا كان بجوج اورو 99 هذا كنت خديتو ديك المره 3 اورو 99 ليان. خديت ليان هاد السروال 7,99€ 8 أورو. خديتهم بالدخول المدرسي بحال هاد 4 سنين 5 سنين. خديت شي حوايج لي كبار حيت عندهم لي غيلبسو في اللول بقيت ان شاء الله للمشتى فهمتو
خديت العيان هاد لي غوب، خديت العيان برعتها في لي غوب فريمون عندها بزاف، مي في المغرب قلت غينفعوني لي غوب بزاف صراحه ساهلين عمليا. خديت لها لي غوب، خديت لها هادي، خديت لها هادي، هادي كبيره شويه، خديت لها هادي الزرق بحالها، وخديت لها هادي في الغوص حتى هي بحالهم. هادو كان فيهم واحد لوفر كتشري زوج والثالثه غراتوي، الموان شيخ كتاخديها غراتويت. خديت ليا بهذا تيشيرت جوج اورو 99، خديت هاد البيجامه هادي 4 اورو 99 بها بسريويل ديالها من تاع باتخوي. خديت ليا هذا تاع هذاك سميتو يا ربي شاتلي شاتلي السمية. خديت ليا هادو، خديتهم الليان والسيد عام فايت من السيئة، قلت غناخدو حتى هو بحالها هاد لي او هادو زوينين هادو في المشتا، قبية مع سروال وهانتي سالكة. حالو هذاك بالقبيه وهذاك بلا هذا بلا قبيه صافي. المهم كنت غادي نشوف السعر واش مدايرين فيه وهذا صافي. هذا مكان صافي كما قلت لكم هادشي اللي خديت من اشاندين. غدا نوريكم شنو خديت من سي ا حيت خاصني نجمع لا فاليز فريمون في هاد اليومين، باش هكايا اللي يتصبن يتصبن، اللي ما يتصبنش اللي ما ناخذوش غنخليه دو كوتي ما غنصبنوش دابا، غنصبن غير داكشي اللي غادي ناخذ ليهم، ندير لهم واحد المصبانه جوج مصبانات وحده الليام وحده الليام، وهكا غير نشفو نطوي في لا فاليز. فريمون هادشي اللي غندير باش نعرف انني خديت كلشي الحوايج مصبنين مقادين. شنو بغيت شنو اخر بغيت نقول لكم، غدا نوريكم شنو خديت من السي ا كيما قلت لكم، وعندي حتى واحد الاخر نتاع شيئين خاصني نبارطاجيها معكم قبل ما نمشي ان شاء الله المغرب. بون وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى الفيديو يكون عجبكم، يعجبكم ما تنساونيش من اللايك ديالكم التشجيع ديالكم، ما تنساونيش كذلك الدعوات نتاع الرحمه والمغفره اللي قلت لكم. نقول لكم بغيكم خير بقي ربي، نتلاقاو فين وفوقاش فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم، تهلاو لي صحيحتكم، مشيتو الفاكونس ولا مازال عاد ان شاء الله؟ حنا مازال ان شاء الله وكان قريب جدا 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 وبقينا والو ان شاء الله يا ربي نمشيو. ان شاء الله كنحاول نحاول ان شاء الله غنبارطاجي معكم بزاف الحاجات، غنحاول نبقى نحط لكم فيديوهات يوميه الا قدرت ان شاء الله في المغرب، واخا غير 10 دقائق 11 دقيقه وداكشي. مهم تفوتوا معنا السيجور ديالنا في المغرب ان شاء الله كله، جيسبر ان شاء الله يا ربي قدرنا الله. بون نقول لكم بغيكم خير ربي، تهلاو فراسكم، باي باي عليكم.